إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديالي اليوم موجه للناس ديال فيزا تايلاند، الناس اللي عزيزة علينا ديال تريب آسيا، عندنا الفلبين، إندونيسيا، تايلاند، كمبوديا، لاوس، حتى المالديف، علاش لا؟ فاليوم غادي نحاول نشرح لكم الطريقة ديال التقدم على فيزا تايلاند. وأول حاجة يعني موعد، أول حاجة أنا تواصلت مع فيفيس جلوبال، تواصلت مع القنصلية، خبروني انني يعني ما يحتاجش موعد. احكي لكم بعض الصوره انا. طبعا الحاله دي استاذ لي صديق ديالي خالد ويتواصل معه. فالصوره دي كتوضح لك انك ما تحتاجش موعد، اف انك تخدم من نهار الاثنين لنهار الخميس. نجي فيس جلوبال اللي كاين في الرابط، حتى الرابط غادي نحاول نحط لكم في الصندوق الوصف باش اللي بغى يتواصل ينسل الرابط مباشره ديال فيس جلوبال اللي مكلف بالطيران. كيف كاين فيس جلوبال مكلف ب ايطاليا، راك عارفين الدول ديال الاتحاد الاوروبي كيكون عليه السحام. ف اقرا كاين شي اجونس ديال فيزا جلوبال يمكن لها بالطيرونت. ف يكفي انكم تدخلوا ابلودوا الانستيتوت دو معكم الوراق ديالكم. واحد القضيه كاينه فيه، الناس اللي ما قدش انهم يمشيو، يكفي انك دير واحد التوكيل لواحد الشخص اللي غادي يدخل انه يدي ديك الملف ديالك، وتعطيه الوراق ديالك والباسبور والمسائل ديالك كاملين، ويحط الملف ديالك. وطبعا الحال اجل الهرب كيكون اسبوع او 10 ايام كحد اقصى. بالنسبه للوثائق راه كاين داك السيت كامل وفيه الوثائق ديال السنتي ديال اي وثائق ديال اللي كيطلبوا على اساس فيزا سياحه. فنتمنى انني نكون شرحت لكم. تحياتي لكم، نشوفكم في فيديو جديد.